بالنسبه للموضوع ديال الاثمنه وهذا الارتفاع اللي كنقولوا النسبي في الاثمنه بالمقارنه مع الوضعيه الدوليه او الاقتصاد العالمي كيكون كاين واحد الارتفاع ملحوظ عند معظم الدول. بالنسبه للمغرب الوضعيه ديال المغرب كتسمح له باش يصبر على هذا الوضع هذا من خلال كاين اخبار كتقول بانه ان سنه 2023 غيكون فيها واحد ازمه كيف تنقولوا تكون ازمه بالنسبه للمعيشه وغتمس بالاكثر طبقات اللي هي كتكون ضعيفه وهذا الشيء هذا كنحس ان المواطن يصبر واحد شويه يكون التكافل لان الدوله ما تنظنش انها تكون غافله على هذا الشيء هذا وكاين غيكون عام هذه هذا رايي الشخصي وقناعه شخصيه ديالي ماشي شي حاجه اللي غنفرضها على المواطن او اخر بحال هذه المشاكل هذه تنتجاوزوها بالتكافل والتكاتف يعني جميع القطاعات والمكونات ديال المجتمع كتكافل ومن هنا كتكون المناشده للدوله باش تكون عندها التاثير الكبير باش يكون واحد الوضع اللي مناسب للضعيف على ملي تنقولوا الضعيف تنقصدوا به الضعف الاجتماعي. تنعقلوا على الناس كانت تخدم 100 دريال النهار تنهضر معاك 100 دريال النهار وتيشريوا السرديل ب 12 ريال لا غلا ب 12 ريال الكيلو تفهمنا كيفاش؟ اذا خصنا نقارنوا ديك الوقت ديال السبعينات فاش تنهضر والستينات مع هذا الوقت ديال دابا بان الانسان كان تيتخلص كيف قلت لك 100 دريال النهار باش تيخدم وانا كنت تنخدم ب 76 ب 8600 دريال الشهر وقاداني الحمد لله. اذا الا جينا نقارنوا الماندا ديال ديك الساعه مع الماندا ديال دابا مع الاسعار اذا راه خصهم يوصلوا هذاك اللي كان تيتخلص ب 100 دريال خصو يتولي يتخلص دابا ب 4000 ريال النهار باش يشري هذا الحوت على حساب الزياده ديال دابا. واش نتوما تزيدوا في الاسعار والمواطن مسكين ما تزيدوه والو تزيدوا عين الغمه والغمه في غمه حشومه هادشي من طرف الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى والحديث تيقول لك ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. بالنسبه للحوت الاثمنه ديالو مزيانه غير عندنا مشكل في الخضره وسميتو اللحم عندنا مشكل كبير بزاف وما عرفناش زعما كاينه القدره الشرائيه زعما قد ناقصه بزاف سيرتو زعما كاين اللي قاد وكاين اللي ما تيقادش ولكن الاكثر ما بقاوش قادين زعما على حسب زعما بالنسبه للخضره ولا بالنسبه لهذا الشيء ناقص بزاف. واخا نهز حتى 500 درهم واخا نهز حتى 1000 درهم والله الا كان رجع الدار تقريبا زعما راه ما كاين في زعما كنحاول ندي باني وصافي. ترى دابا راه 500 درهم ولا نقولوا اكثر من 500 درهم دابا كيهبطوا غير السوق كنهبطوا غير السوق الخضره ما زعما كنهزوا شي حوايج لا علاقه زعما بداك الشيء الا رجعنا واحد 6 شهور ولا 8 شهور اللور راه كاين فرق كبير. الاثمنه ديال الحوت اللي هي غلات هاد الايام هذا المواطن راه ما بقاش عنده القدره الشرائيه ديالو راه ما عندوش انتم كتشوفوا كنجيبوا حوت غالي وكنتمناو من الناس يكونوا يهضروا معنا مابقاش الناس باغا تهضر معنا اللي كيهضر معاك يقول لك خويا هادشي راه زايد بزاف الله يحسن العوان راه الناس مقهوره راه لا اله الا الله والله يدير لنا شي تاويل بالخير وهادشي اللي كاين اخاي.